أكادير مدينة الانبعاث فتحت ذراعها لاحتضان بطل قادم من الدار البيضاء في الفضاء الرياضي للجامعة الدولية. يمارس أشرف ابن حيسيد البرنوسي مهنة القتال، في كل يوم يقصد صالة فنون القتال التي جعلها قبلتها، وفي الحرم الجامعي يتعايش القفاز مع الكتاب، ويصبح الفن النبيل وجبة يومية ليس للملاكمين فقط بل للطلبة الجامعيين أيضا. يستحضر أشرف بدايته مع القفاز وكيف كبر في داخله حلم البطل وكيف كاد أن يقتل. بالنسبة للبداية ديالي كانت في شباب البرنوسي عند الحاج الخزواني. الحاج الخزواني اللي هو معروف على الصعيد المغرب مدرب مقتدر وعطاء. فالبداية ديالي كما قلت كانت مع الحاج الخزواني اللي كان كيشرف على التدريب ديالنا. في البداية بديت الملاكمة في 2006 وبقيت كنتدرب كنقطع وكنتدرب كنقطع الى 2008 شديتها بمرة، و2009 كانت اول مشاركة لي في بطولة المغرب. الحمد لله ما جابش الله التيسير، خسرت في الشاوية في الفينال ديال درت وصيف بطل الشاوية. من بعد في 2010 هبطت الوزن 51 كيلوغرام والحمد لله جاب الله تيسير في أول بطولة ليا. ديك الساعة كانت في وجدة، لعبنا الفينال في وجدة، الحمد لله حصلت على بطولة المغرب في وزن 51 كيلوغرام. في كل مساء يدشن أشرف الخروبي حصصه التدريبية بعمليات إحماء، يعرف أن الوضع اليوم مختلف، فالحلبة بمواصفات عالمية وأجواء التحضير تبعث في النفس شهية القتال، لكن العشق الأول للبرنوسية. كما قلت فأنا كنت مع شباب البرنوسي اللي هو حتى لصال لي مليء من الأبطال، منهم الأخوين ربيعي برباري محمد حموت، هذو كلهم اللي كانوا شرفوا الملاكمة المغربية. فأنا كنت ضمن هذه الأبطال هذو اللي كنت كنشوفهم من كانوا قدوة ديالي، لحقاش هما كانوا سابقيني شوية بحكم أني دخلت شوية كبير للملاكمة. فالحمد لله تأنسبيريت من هذا الدراري، والحمد لله وليت كنشوف بأنني بطل المغرب، خصني نزيد نحقق على بطولة المغرب بزاف. فأنا حققت على بطولة المغرب في 2010 وفي 2012 وفي 2013 وفي 2014 وكأس العرش لثلاث مواسم حتى هو. فكانت نادى لي الفريق الوطني بحكم ملي ديت بطولة المغرب في 2010 معمر ليكيب ناسيونال نادى عليا، فأنا كنت كنشعر بواحد شوية إحباط. فالحمد لله في نصف 2013 نادى عليا الفريق الوطني، فأنا كنت جد سعيد. والحمد لله ملي دخلت الفريق الوطني فأنا دخلت عازم بأنني إن شاء الله نمثل الملاكمة المغربية ولما لا نتأهل الألعاب الأولمبية اللي كانت حلم. والحمد لله جاب الله تيسير بالخدمة والإصرار والعزيمة. مسار الملاكم الأولمبي أشرف الخروبي لم يكن مفروشاً بالورود، فقد عاش على امتداد مشواره مجموعة من الكدمات، لكنه أصر على الاستمرار فوق الحلبات، انتظر طويلاً ليصبح بطلاً قارياً قبل أن يركب الأهوال. الحمد لله تأهلت في بطولة إفريقيا، درت وصيف بطل إفريقيا، ما كملتش فينا لحقاش تبقى لي واحد الكسر في الإصبع ديالي. من بعدها كانت المغرب اول مره كيدخل العالم ديال السلسله الاحترافيه، دخل السلسله الاحترافيه، فكانوا ملاكمين مزيانين. الحمد لله كنت من ضمن هاد الملاكمين ولعبت من اصل سبعه الماتشات، ربحت خمسه الماتشات، ربحت ملاكم شينوي، ملاكم الجيري، ملاكم انجليزي، ملاكم اوكراني، ملاكم روسي، وخسرت مع ملاكم كوبي وملاكم مكسيكي. فالحمد لله من اصل سبعه ربحت خمسه انتصارات اللي خولت لي انني نتاهل العب اولمبيه. أشرف واجه أشرس معركة له ضد خصم اسمه الإحباط. بعد العودة من أولمبياد ريو دي جانيرو وجد الفتى نفسه خارج مساحة الاهتمام، ولأن الملاكمة هي مصدر عيشه الوحيد، فقد قرر طي صفحة الإخفاق الأولمبي والعودة إلى الحلبة بمعنويات جديدة. في مدينة أكادير جدد الملاكم شهادة الميلاد وأعلن نفسه بطلاً محترفاً. كانت عندي واحد يعني واحد الصوره باغي نجيب ميداليه في الجوز الاولمبيك، لحقاش انا الوحيد انا ومحمد ربيعي اللي كانوا كنقولوا غنقدروا نديروا ميداليه في الجوز الاولمبيك والاخت خديجه مرضي. فالحمد لله لعبت مزيان، ومن سوء الحظ عاوتاني نزلت الملاكم الكوبي في المقابله الثانيه، نزلت الملاكم الكوبي رغم انني خسرت معاه. فنزلت بنديه وكنظن ماشي كنظن ماشي يقرب من انك تفائز على ذاك الملاكم، رغم تحيز بعض الحكام اللي كانوا اللي كان
اللي كان واضح في المقابله. فالحمد لله مشات لي المقابله هكاك وربح الملاكم كوبي، خسر مع الملاكم الشيني اللي ديجا انا فزت عليه، والملاكم الشيني دار ميداليه في الجوز الاولمبيك. ففي الصوره هي هذه، كان بامكاني انني ندير ميداليه بكل سهوله صراحه. فالحمد لله كما قلت الارزاق بيد الله، احنا درنا اللي علينا، فمثلنا المغرب احسن تمثيل والجمهور راه حكم وشاف. ففي مكان ما بالحرم الجامعي توجد حلبة ومدرس لسك بقية المدرسين، مدرب يعلم مبادئ الملاكمة ويلقن دروس القتال، يصر على أن أشرف ملاكم مستفز يدفع خصومه للانفلات، ينهي التركيز فضلا عن قوته الخارقة في تسديد اللكمات. أشرف تعرفت عليه في لاصال، كان ديجا كنت كندير الملاكمة قديم، وتعرفت عليه في لاصال هنايا، ثم بديت كنتحرك معاه هنا في لاصال وبديت كنتعاون معاه. أشرف كيمتاز بواحد القوة خارقة في اللكمة ديالو، وعنده واحد اللعب يعني كيستفز به حتى الخصم ديالو، يعني عنده واحد طريقة سبيسيال. أشرف عنده مقابلة إن شاء الله الرحمن الرحيم احترافية في نهار 10 في شهر 3. كنت منو لي يعني حظ موفق ان شاء الله الرحمن الرحيم في المقابله الاحترافيه اللي هي ثالث نزال دابا عنده. النزال الاول ربح بالضربه القاضيه، والنزال الثاني وكذلك ربح بالضربه القاضيه. كنت منو لي يعني في النزال الثالث ان شاء الله الرحمن الرحيم وكذلك يكون بالضربه القاضيه. بدا للملاكم أشرف خروبي أن الأجواء داخل الجامعة الملكية للملاكمة لا تبشر بالخير، خصوصاً وأن العناصر الوطنية المشاركة في السلسلة العالمية خلال محطتها الأولى لم تكن في قمة الجاهزية. زادت هوة الخلاف مع المنتخب الوطني بعد عودة الملاكمين من أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية. نكثت الجامعة وعدها بتوفير فرص للشغل والعديد من الوعود، حينها أعلن توبته من الهواية وقرر دخول الاحتراف. كيف ما كتعرف الملاكمه الاحترافيه ما كانتش في المغرب، فكانت غير الملاكمه الهاويه، وكان كما كتشوف كان بزاف كما قلتي كانوا الملاكمين بزاف كيلعبوا في الملاكمه الهاويه قدر العمر ديالهم كامل، حتى كيسالي ملاكم هاوي ما كيديرش احتراف. فهذه نقطه مزيانه، فمسيو خالد رحيلو جاب واحد الاضافه مزيانه، جاب الملاكمه الاحترافيه للمغرب باش حتى الملاكمين المغاربه يبينوا على 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 لا بوكس اللي كاين، ويبينوا في على المستوى العالمي. فهذه بادره مزيانه ملي دخل البوكس بروفيسيونيل المغرب، فكنظن انه هاد الشيء غيتحيد ان شاء الله، غيولي البوكسور كيلعب لاماتور ابخي غيز بروفيسيونيل ديريكتومون، ما غيكونش بحال هذه. كان الملاكم الهاوي كيبقى هاوي حتى كيسالي لا كارير ديالو. فعلى الصعيد الانترناسيونال كاين الملاكمين كما قلتي ملاكمين كيلعبوا الهوات كيدوزوا ديريكتوم البروفيسيونيل، لحقاش الجامعه ديالهم موفره لهم وعاطيهم ترخيص ديال البروفيسيونيل باش يلعبوا البروفيسيونيل. حنا هذا الشيء ما كانش، هذه يلاه دار دابا شي 4 سنين ولا 5 سنين مع مسيو خالد رحيلو لو بريزيدون دو غروبمون، وكنتمنوا ان شاء الله يمشيو معاه مزيان، وكنتمنوا الجهات والناس المسؤولين حتى هما يساعدوا كاع الناس، لا الملاكمه الهاويه ولا الملاكمه الاحترافيه. فاحنا كنلعبوا جميعا من اجل الدراب ومن اجل الرايه المغربيه. في منزله بأكادير يحرص أشرف على أن يحوله بعد كل حصص تدريبية إلى ملاذ للتركيز. رفقة أسرته الصغيرة يشعر بدفء العلاقات الإنسانية، وبوجود ابنه يتخلص من كل الكدمات ويرفع رصيد معنوياته، خاصة وأن الزواج مهد له طريق الاحتراف. اي سبورتيف خصو يكون على الاقل مستقر في الحياه ديالو، ما يكونش صغير، ما يكونش شحال من حاجه الا بغيتي تمشي مزيان في الدومين ديال السبور. فالحمد لله الزواج عطاني الاستقرار، لقيت زوجه تتبغيني وتتشرف على اي حاجه ديالي. فالحمد لله علاش ما وصلش لواحد النيفو اللي هو مزيان، فما خصني حتى شي حاجه. عندي الابن ديالي حتى هو راه كنناضل على من اجل ديالو، وكنلعب من اجله وكنلعب على قبله، فاش نامن ليه حتى هو المأكل والمشرب والملبس وفين يقرا وكذا. فالحمد لله هادشي ما غيكون غير إيجابيات ان شاء الله باش تمشي مزيان في المسيره الرياضيه ديالي.
بعيدا عن معسكرات المنتخب الوطني وعن مطالب تحسين أعضاء الملاكمين، اختار الفتى الاستقرار في حاذرة السوس وبدأ صراعا آخر من أجل كسب لقمة عيش تبنته الجامعة الدولية فانتشرته من نفق الشك والقلق. الدور اللي لعبوا سبونسور ديالي زكي فهو دور كبير صراحة، فهو أول حاجة أعطاني الأمل بأنني وأعطاني الثقة بأنني نزيد لعب، وفهو واحد عليه واحد لعب كبير اللي هو كنقولوا كما كنقولوا المادة، فكتكون مهني من الماتيريال، البلاصة اللي كتريني، البريمات، والحمد لله عاد العمل. فأنا بحكم كنلعب البروفيسيونال فأنا خدام مع هاد الناس هادو اللي في انيفيرسيا بوليس، خدام معهم كمدرب وكدوز لي عندي سالير ديالي في الشهر بليس لا سي ان اس اس لا كاس، يعني الورقات ديالي. فهذه أهم حاجة اللي كنا ما لقيناهاش فاش كنا حنا ملاكمين في الهواة، فالحمد لله عاونوني بزاف كما قلت، والحمد لله دابا انا غادي نلعب باش نشرف الملاكمة المغربية ونهز بالترابو، وحتى هما راه يفرحوا بهادشي الا وصلت شي انا شي مستوى مزيان فهم غادي يفرحوا حتى هما. فانا كنتمرن مزيان، كنتريني في الصباح وكنتريني في الاشياء، كنوجد مزيان باش نكون ديما في النيفو، وكنتمنى المقابلة الثالثة تكون هي في المستوى ونبريباري لشي سانتور ان شاء الله تكون افريكان. ابخي ان شاء الله نتمنى ونطمحوا نتكلاصوا مزيان في اتحاد بعد الاتحاد من الاتحادات الدوليه، نتكلاصا مزيان ونلعب على شي سانتور عالميه ان شاء الله. جانا الجنيس من زعما جاتنا دي كونطرا من المانيا باش نلعبوا على الدرابو ديال المانيا، فما انا بعد رفضت لان كنبغي نلعب على الدرابو ديال البلاد، والدرابو ديال البلاد صراحه او جاتني بزاف خرجات على برا، كان بامكاني نبقى تما لا في امريكا ولا في الانجليز ولا في لندن ولا بزاف الدول الاجنبيه، ما بغيتش. فبغيت نستمر في الملاكمه المغربيه ونشرفوا بالبرودوي ماروكان في الملاكمه، وعلاش ما نمشوش حنا مزيان في الملاكمه، غير كاينين دي زوبستاكل اللي خصهم يحيدوا ان شاء الله، ومن بعد كل شيء غيتقاد مزيان. يثق الملاكم المغربي الخروبي في مؤهلاته، فهو يتوفر على كل المقومات للمضي قدما في المشوار الاحترافي، رغم ايمانه بان احتراف الفن النبيل ليس بالامر الهين، فهو يتطلب وقتا وصبرا وجديه والاشتغال وفق خطه عمل مسطره على المدى البعيد لتحقيق المبتغى حتى يظل عمقه متوقا بالميداليات.